بيتكلم مع الناس اهو. ضربات حره مناشفه كتير وكرات كرات مرفوعه كلها من نصيب مدافعي الزمالك محمد عبد المنصف. واللي خطر وكره بتلعب وهدف هدف 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 على طول. هدف جميل جميل. عمرو فهيم يحط هدف التعادل. لسه بقول عاوزين اللي لاعب هوا جديد العاب الهوا اتلعبت الكوره ونشوفها مع بعض محمد يونس تقريبا هو اللي جاب الهدف. محمد يونس يعني الصراحه يعني العدل يبقى 1-1 وفعلا العدل يبقى 1-1. محمد يونس يحط ويدافع ويتابع كوره جميله جدا 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 كان لاعبها رؤوف ايضا حلوه جدا جدا جدا. بص حضراتكم وحلوه حلوه حلوه وهذا هو العدل الصراحه.